اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي مرابط نفوت. في هذه الحلقه مشاهدينا الكرام سنسلط الضوء على المنشآت الرياضيه الوطنيه المتوفر منها طبعا في العاصمه نواكشوط. سنبدا طبعا بالملعب الاولمبي، بعد ذلك نتحول الى ملعب شيخه بيديه والاكاديميه، ومن الاكاديميه الى ملعب ملح، ومن ملعب ملح الى ملعب الاكسر. لكن نبدا بالملعب الاولمبي. طبعا الملعب الاولمبي في الفتره الراهنه الاعمال يعني قائمه في هذا الملعب، هنالك سيتم ترميمه، صيانته، تجهيزه، سيكون جاهزا لاستقبال الفرق الوطنيه بعد تقريبا 8 شهور او 9 شهور من طبعا تسجيل هذه الحلقه. من برنامج مرابط نفوت نتحول الان مباشره الى الملعب الاولمبي في هذه يعني نشاهد الاعمال قائمه في الملعب الاولمبي. هذا الملعب هو من اقدم الملاعب الوطنيه هنا في العاصمة نواكشوط، يعتبر من أقدم هذه الملاعب، احتضن عديد اللقاءات الرسمية أو لقاءات بطولة الدوري الوطني في فترة الثمانينات في التسعينات، يعني كان هو الملعب الوحيد في العاصمة نواكشوط إلى غاية اليوم يتم ترميمه الملعب الأولمبي. الشكل النهائي طبعا لهذا الملعب سنشاهده في هذه اللحظات بعد انتهاء الأعمال في هذا الملعب، سيكون الشكل النهائي لهذا الملعب. نلاحظ هذا هو الشكل النهائي للملعب الأولمبي بعد يعني أن يكون جاهزا لاستقبال مباريات بطولة الدوري الوطني ولقاءات المنتخب الوطني المرابطون. إذن أخيرا الملعب الأولمبي يتم ترميمه، تتم صيانته بعد قرابة ما يزيد على 30 عام، وهذا الملعب شامخا هنا في العاصمة نواكشوط. كل مباريات بطولة الدوري الوطني تلعب في هذا الملعب، كل لقاءات المنتخبات الوطنية سواء الناشئين أو شباب المنتخب الأول تلعب في هذا الملعب. شكل النهائي للملعب حين تنتهي فيه الأعمال والأشغال هو هكذا. إذن هذا هو الشكل النهائي للملعب الأولمبي حين تنتهي فيه الأعمال. إذن مشاهدينا الكرام نعتذر لعدم الدخول في الملعب نظرا إلى أننا لم نتمكن من الدخول في الملعب نظرا إلى أن الأعمال قائمة فيه، لكن مستقبلا إن شاء الله سنحصل على صور من داخل الملعب الأولمبي سنعرضها لكم إن شاء الله في برنامج مرابط نفوت. من الملعب الأولمبي نتحول مباشرة إلى باقي الملاعب الأخرى. نبدأ بملعب شيخ أبيدي، هو الآخر الذي سيكون جاهزا بعد شهور قليلة، هو الآخر يعني يتم ترميمه في هذه الآونة. سنتحول مباشرة من الملعب الأولمبي إلى ملعب شيخ أبيدية، الملعب الوحيد حاليا في العاصمة نواكشوط الذي تلعب فيه مباريات بطولة الدوري الوطني ولقاءات المنتخب الوطني. إذا مشاهدي برنامج مرابط نفوت إلى ملعب شيخ أبيدية. إذن مشاهدينا الكرام نصل الآن إلى ملعب شيخ أبيدية بدوره هو الآخر، الأعمال قائمة في ملعب شيخ، هذا هو الملعب الوحيد الذي يحتضن لقاءات بطولة الدوري الوطني في الظرفية الراهنة. هو طبعا الملعب الوحيد في العاصمة نواكشوط الذي يحتضن لقاءات بطولة الدوري الوطني القسم الأول، الأعمال قائمة فيه، سيتم ترميمه، ستتم إضافة مدرجات إلى هذا الملعب حيث سيكون طاقته الاستيعابية قابلة لاستيعاب 5000 متفرج. هذا الملعب طبعا الذي أطلق عليه اسم ملعب شيخ أبيدية، المرحوم شيخ أبيدية أسكنه الله فسيح جناته، والذي قدم الكثير للكرة الوطنية في السنوات المنصرمة الماضية. ندخل الآن إلى ملعب شيخ أبيدية. لاحظوا كما تشاهدون مشاهدينا الكرام الأعمال ما زالت قائمة في هذا الملعب تحضيرا للقاء بوركينا فاسو الذي سيحتضنه هذا الملعب في قادم الشهور القليلة القادمة، آخر بطولة يلعب عليها المنتخب الوطني المرابطون في تصفيات بطولة الإفريقية بعد أن فاز على منتخب بوتسوانا على أرضه وأمام جمهوره بهدف دون رد، كان ذلك من أمضاء المهاجم عبد الله السوداني. إذن هذا الملعب هو الذي سيحتضن لقاء بوركينا فاسو، الأعمال فيه ما زالت قائمة كما تشاهدون. هذا طبعا من داخل الملعب غرف قاعة غرف تبديل الملابس، نلاحظ الأعمال ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة.
على تجري على قدم وساق تحضيرا للقاء بوركينا فاسو للقاءات المرتقبة للمنتخب الوطني المرابطون في بطولة الأمم الأفريقية. إذا الملعب شيخ أبويدية شكله النهائي سيكون، سنعرضه لكم إن شاء الله بعد لحظات، الشكل النهائي لهذا الملعب بعد إضافة مدرجات لهذا الملعب الذي يستقبل الآن مباريات بطولة الدوري الوطني. كل مباريات بطولة الدوري الوطني تلعب في هذا الملعب، كل لقاءات المنتخبات الوطنية سواء الناشئين أو شباب أو منتخب أول تلعب في هذا الملعب الذي ما زالت الأعمال قائمة فيه. لنشاهد طبعا الطريقة التي يتم بها تحضير هذا الملعب. ندخل الآن إلى طبعا أرضية ملعب شيخة بويدية. نلاحظ هذه فرق بطولة الدوري الوطني، طبعا هذه بعض من فرق بطولة الدوري الوطني، هذا فريق أعتقد نادي كونكوردا، أعتقد فعلا هذا بطل الدوري في النسخة الماضية نادي الكونكورد. هذا ميرانه يعني أحد الحصص التدريبية، إحدى الحصص التدريبية في ملعب شيخة بويدية. نلاحظ يعني الكونكورد يقوم بتدريباته في هذه اللحظات في ملعب شيخ أبويدية، حاله كحال باقي فرق بطولة الدوري الوطني. كل فرق بطولة الدوري الوطني تتمرن وتتدرب في ملعب شيخ أبويدية أو ملاعب الأكاديمية التي سنزورها بعد لحظات. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا في ملعب شيخ أبويدية الذي ستكتمل فيه الأشغال بالشكل النهائي في شهر مارس إن شاء الله، سيكون جاهزا لاستقبال لقاءات المنتخب الوطني المرابطون ولبطولة الدوري الوطني. طاقة استيعاب هذا الملعب عند نهاية الأعمال فيه قادر على استيعاب 10,000 متفرج متابع. إذن هذه المدرجات اللي نشاهد أمامنا هي المدرجات القديمة لملعب شيخ أبويدية، لكن ستتم إضافة مدرجات اصطناعية يعني حديثة بمواصفات حديثة بدل هذه المدرجات. إلى اليسار طبعا هناك المقصورة الرسمية القديمة لملعب شيخ أبويدية، ستكون خاصة بالصحافة مستقبلا، ستكون هذه المقصورة خاصة بالصحافة الرياضية طبعا المتابعة للأحداث الرياضية الوطنية لكرة القدم. إذا ملعب شيخ أبويدية كما تشاهدون الأعمال ما زالت قائمة فيه، الأشغال ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة، لكن ستكتمل فيه الأعمال والأشغال في شهر مارس القادم، سيكون جاهزا ويعني للقاءات المنتخب الوطني وبالتحديد لقاء بوركينا فاسو سيلعب في هذا الملعب. إذا هذا نادي الكونكورد، هذا هو بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري الوطني، سيشارك هو الآخر، هو يحضر الآن لدوري أبطال إفريقيا، سيواجه نادي ترجي التونسي. طبعا تمنياتنا أن يمثل موريتانيا الوحيد نادي الكونكورد إلى جانب طبعا نادي أبسن وذبو. إذا تتواصل مشاهدنا الكرام عرضنا للملاعب يعني الجاهزة لاحتضان بطولة الدوري الوطني، ولو أن الملعب الوحيد الجاهز حاليا هو ملعب شيخ أبويدية. أترككم مع هذه الصور من ملعب شيخ أبويدية. إذن نواصل مشاهدينا الكرام في عرض طبعا المنشآت الرياضية، ما زلنا في ملعب شيخ أبويدية وهنا نادي الكونكورد الذي يتمرن في هذه اللحظات تحضيرا هو الآخر لمواجهة نادي الترجي التونسي. نواصل استعراضنا للملاعب الوطنية المتواجدة في العاصمة نواكشوط، طبعا هذه أحد عناصر نادي الكونكورد التي تتمرن في هذه الآونة، تتحضر هي الأخرى، هذه ثاني حصة أو ثالث حصة تدريبية هنا في ملعب شيخ أبويدية تحضيرا للقاء نادي الترجي التونسي. طبعا تمنياتنا للممثل موريتانيا نادي الكونكورد أن يكون حاضرا وبقوة، ولو أن الرهان سيكون صعب للغاية. نواصل عرضنا للملاعب الوطنية، نتوجه من ملعب شيخ أبويدية مباشرة في هذه اللحظات إلى الملاعب الأكاديمية. بعد لحظات سنغادر ملعب شيخ أبويدية مباشرة، طبعا هذا أحد أعضاء المكتب التنفيذي لنادي الكونكورد، ويعني كان المسؤول أيضا عن المعدات للمنتخب الوطني في السنوات الماضية. طبعا تحية لكم برنامج مرابطون فوت، سيد مويلي
مرحبا. إذا نواصل مشاهدنا الكرام عرضنا للمشاهدات الرياضية الوطنية. هذا ملعب شيخة بيدية، هذه أرضية ملعب شيخة بيدية، هذا الملعب الذي هو أكثر الملاعب الوطنية حاليا احتضانا للقاءات الدوري الوطني. طبعا بطولة الدوري الوطني تلعب الآن في هذا الملعب، تبدأ عند الساعة 2 ظهرا إلى غاية الساعة 6 مساء، وكل لقاءات بطولة الدوري الوطني تلعب في هذا الملعب الوحيد في العاصمة نواكشوط، ريثما يكون الملعب الأولمبي جاهزا لاستقبال فرق بطولة الدوري الوطني والمنتخب الوطني للمرابطون أو المنتخبات الأخرى، سواء تعلق الأمر بالناشئين أو بالشباب أو بالمنتخب الأول. إذن سنغادر ملعب شيخة متوجهين إلى ملاعب الأكاديمية الخاصة هي الأخرى بالفئات العمرية والكرة القاعدية، نظرا لأنها هي الأساس، هي يعني الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها المنتخب الوطني مستقبلا في السنوات القليلة الماضية. سنغادر الآن ملعب شيخة بيدية من هذه البوابة. طبعا طبعا نلاحظ الطريقة التي يغلق بها هذا الباب. طبعا هذه البوابة ملعب ما زالت الأعمال قائمة فيه، يعني نغادر الآن بهذه الطريقة ملعب شيخة بيدية ريثما يخرج المصور. إذن هذه البوابة إحدى بوابات ملعب شيخة بيدية، سنعيدها لمكانها الطبيعي طبعا إذا استطعنا ذلك، ويبدو أننا لم نستطع طبعا إغلاق هذه البوابة. على أي حال سنتركها بهذه الوضعية. نتحول مباشرة، طبعا نلاحظ الأرضية، هذه المدرجات ستقام هنا، مدرجات ملعب شيخة بيدية، هذه هي الأرضية، هذا هو الأساس الذي ستقوم عليه مدرجات ملعب شيخة بيدية. طبعا هي مدرجات جاهزة سيتم استرادها من مدرجات جاهزة توضع هنا على هذا الأساس، سيكون ملعب شيخة قابلا لاستيعاب 5000 متفرج. ستكون هنالك مدرجات في هذا المكان وكذلك مدرجات في الجهة الأخرى، والجهة الأخرى أيضا ستكون هنالك مدرجات إلى جانب المقصورة الرسمية، حيث سيكون قابلا ل 6000 متفرج. ولقاء بوركينا فاسو سيكون في هذا الملعب. إذن هذه الأرضية الآن حتى اللحظة أرضية التي ستقام عليها المدرجات، ما زالت قيد البناء. هذا الملعب سيكتمل بعد شهور قليلة. إذن مشاهدنا الكرام ريثما نتحول إلى ملاعب الأكاديمية، أترككم مع الشكل النهائي لملعب شيخة بيدية حين تكتمل فيه الأشغال، سيكون هذا هو شكل. إذن مشاهدنا الكرام بعد مشاهدتنا للشكل النهائي للملعب ملعب شيخة بيدية، نتحول مباشرة إلى الملاعب الأخرى، النجيلات الأخرى المتواجدة هنا للفئات السنية والخاصة أيضا بالمنتخب الوطني الأقل من 13 عام المتواجد في هذه الأكاديمية التي نشاهدها على يسار مبنى الاتحاد الوطني لكرة القدم. هذه الأكاديمية الخاصة بالفئات السنية، طبعا هناك المنتخب الوطني عمره تحت 13 عاما يتم تحضيره للمستقبل، ويرى البعض يراهن البعض على أن المنتخب الوطني الأقل من 13 عاما طبعا هو الذي سيكون الأساس، هو الذي سيكون مستقبل الواعد لكرة القدم الوطنية. إذا مشاهدي برنامج مرابط بطولة فوت إلى النجيلات الأخرى، 3 نجيلات إلى جانب ملعب شيخة بيدية سنلقي عليها نظرة عن قرب. إذن مشاهدي برنامج مرعب طنفوت نصل الآن إلى بوابة إحدى هذه النجيلات، طبعا 3 نجيلات هنا على مقربة من ملعب شيخة بيدية هي الجاهزة طبعا لفرق بطولة الدوري الوطني، 14 فريق على 3 نجيلات إلى جانب ملعب شيخة بيدية. نلاحظ إلى جانبنا هنا نادي فكرة سيبا، طبعا هذا نادي فكرة سيبا يتمرن في هذه اللحظات والآخر يحضر لبطولة الدوري الوطني، والآن يعني يحاول كسب الرهان في باقي جولات بطولة الدوري الوطني خاصة جولات الإياب، نظرا إلى أنه في الذهاب لم يكن يعني في أفضل حالاته. نلاحظ يعني يجري حصة تدريبية على إحدى هذه النجيلات، كذلك نلاحظ النجيلات الأخرى في الجهة طبعا الأخرى هنالك نجيلتين، طبعا نلاحظ بعض من الأندية الأخرى ما أعتقد أنني نشاهد بعض من عناصر نادي الإقصاء إلى جانب نادي بس. إذا فرق بطولة الدوري الوطني تتمرن على هذه
النزيلات تحضيرا لجولات بطولة الدوري الوطني. طبعا أذكر أنه لا يوجد نادي إطلاقا في موريتانيا لديه ملعب خاص به أو نزيلة خاصة به. يوجد نادي أفضل والبو هناك في العاصمة الاقتصادية في والبو لديه ملعب لديه أكاديمية. يوجد نادي زغرفان كذلك لديه أكاديمية لديه بعض النجيلات الاصطناعية داخل أكاديميته. أما باقي أندية هدوء الدوري الوطني 12 نادي لا يوجد نادي لديه نجيلة خاصة به أو ملعب خاص به. يعني شروطه كنادي يعني لا تكتمل هنا في حدود الدوري الوطني. باقي الأندية فقط البعض يطلق عليه أندية حقائق، لكن مهما يكن من المسؤول عن ضرورة وجود منشآت رياضية لهذه الأندية الوطنية؟ طبعا العامل الأول الجهات المصرية من الوزارة مسؤولة عن توفير ملاعب، توفير منشآت رياضية، توفير نجيلات لهذه الفرق، دعم هذه الفرق ماديا من أجل الحصول على بطولة دوري شرسة ومنافسة شرسة مستقبلا من خلالها يراهن على منتخب وطني قادر على أن يكسب الرهان في باقي الاستحقاقات. على أي حال فرق الدوري الوطني ما زالت تعاني حتى هذه اللحظة لولا هذه النجيلات. هذه النجيلات تابعة للاتحاد الوطني لكرة القدم ووفرها لهذه الأندية، لكنه ليس مسؤولا عن دعم الأندية. دعم الأندية المسؤول الأول والأخير عنه هو الجهات الوصية. الأعمال طبعا ما زالت قائمة، نلاحظ الأعمال ما زالت قائمة في ملعب شيخة. هذه يعني الجانب الآخر، ستكون هناك مدرجات في هذا الجانب، يعني سيكون هذا الملعب محاط بأربع مدرجات، كل مدرج يعني في واجهة الآخر. سيكون سيحتضن هذا الملعب 5000 متفرج. أخيرا ملعب شيخة ودية سيكون جاهزا لاستقبال مباريات المنتخب الوطني، خاصة لقاء بوركينا فاسو سيقام في هذا الملعب. بينما الآن كل لقاءات بطولة الدوري الوطني تلعب في ملعب شيخة بيتية. إذا مشاهدي برنامج مرابط الكوت، هذه وضعية ملعب شيخة بيتية الأرضية الراهنة. هذه هي النجيلات، ثلاث نجيلات إلى جانب ملعب شيخة بيتية خاصة بنيران فرق بطولة الدوري الوطني وايضا الاكاديميه الوطنيه لكره القدم. اذا مشاهدي برنامج مرابط الكوت نتحول مباشره من ملعب شيخه قويديه الى باقي الملاعب الاخرى، وعلى اعتقد بان ملعب ملح هو الاقرب الان. سنقوم بزياره لملعب ملح الذي سبق وان عرضناه في برنامج مرابط الكوت منذ قرابه سنتين بتلك الوضعيه المزريه انذاك، لكنه يعني تم ترميمه، تمت صيانته، تمت إضافة نجيلة إليه. كل ذلك سنعاينه عن قرب بعد لحظات من الآن. إذا مشاهدي برنامج رابط الفوت إلى ملعب ملح. إذن مشاهدينا الكرام نصل الآن إلى ملعب ملح بحلته الجديدة بهيئته الجديدة بعد أن عرضنا في السنة الماضية بعض من الصور المزرية لهذا الملعب الذي كان منسيا في السنوات الماضية. اليوم هذا هو الشكل الطبيعي لملعب ملح، نلاحظ هذا هو الشكل الطبيعي اليوم النهائي لملعب ملح. بعض المصادر الإخبارية تتحدث بأن هذا الملعب سيكون يعني في الأيام القليلة القادمة سيحتضن بعض من لقاءات بطولة الدوري الوطني. طبعا هذا الملعب حين تم ترميمه، حين تمت صيانته، حين تمت إضافة هذه النجيلة له يعني، وأيضا المدرجات أصبحت بهذه الهيئة، لم تلعب فيه أي مباراة حتى هذه اللحظة. تقول بعض المصادر الإخبارية بأن هذا الملعب في الآونة الأخيرة بات يعني حاضنة لرجالات الساسة بعيدا عن الرياضة، يعني بات حاضنة للمهرجانات السياسية بعيدا عن مباريات بطولة الدوري الوطني. لذلك الشارع الرياضي الوطني طلب يعني بضرورة فتح هذا الملعب أمام فرق بطولة الدوري الوطني التي يعني التنافسية والودية والوديات اليوم والرسميات اليوم كلها في ملعب واحد هو ملعب شيخة بيضية. لكن هذا الملعب سيتم فتحه في الأسابيع القليلة القادمة حسب ما وردنا من مصادر إخبارية بأنه سيكون جاهز للاعبي لاحتضان مباريات بطولة الدوري الوطني. لكن الغريب في الأمر بأن هذا الملعب يعني احتضن المهرجانات السياسية أكثر من المباريات
سواء الرسمية أو الودية، مع أنه وجد أصلا لمساندة بطولة الدوري الوطني، لمساندة فرق بطولة الدوري الوطني، لمساندة حتى المواهب الصاعدة في يعني هنا في توجنين في هذه المنطقة وبوحديدة وملح، هذه يعني المناطق التي توجد فيها عديد من المواهب الشابة. إذن هذه هي النجيلة، سندخل الآن إلى نجيلة ملعب ملح. البعض يقول بأنها يعني نجيلة غير قابلة للعب مباريات بطولة الدوري الوطني، نظرا لأن أنها يعني ليست بتلك يعني المعايير المطلوبة، لذلك بقيت بطولة الدوري الوطني تلعب في ملعب شيخ أبيدية. إذا نشاهد مدرجات ملعب ملح الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي لملعب ملح، يعني بعد أن عرضنا منه صور في برنامج مراقبة نفوت في السنة الماضية، كانت صور مزرية للغاية، سنعرض منها بعض من اللقطات الآن، لكن هذا هو الشكل النهائي لملعب ملح. حتى هذه اللحظة لم يحتضن أي لقاء في بطولة الدوري الوطني، يعني بوابة مغلقة يفتح فقط أمام المهرجانات السياسية. لكن كما أسلفت، بعض المصادر الإخبارية تقول بأن هذا الملعب سيفتح في الأسابيع القليلة القادمة لبطولة الدوري الوطني. هذه البوابة الرسمية لنجيلة، نلاحظ يعني ندخل الآن إلى نجيلة ملعب ملح. هذه النجيلة البعض يقول بأن هذه النجيلة يعني ليست بالمعايير المطلوبة، نلاحظ ليست بالمعايير المطلوبة من أجل أن تحتضن لقاءات بطولة الدوري الوطني. نلاحظ يعني نجيلة بالإمكان بأن نقول بأنها نجيلة خاصة بملاعب كرة الصالة بعيدا عن مثل هذه الملاعب، نجيلة رديئة للغاية، يعني مثل هذه النجيلات لو لعبت عليه مباراة أو مباراتين بطولة الدوري الوطني لا شك ستختفي هذه النجيلة بشكل نهائي. على أي حال هذا هو الشكل النهائي لملعب ملح. طبعا نلاحظ الدخان قادم، ربما هو حرق لبعض من النفايات خارج الملعب. إذا مشاهدي برنامج مراقبة نفوت، هذا هو ملعب ملح، أترككم مع لقطات من هذا الملعب. إذن مشاهدينا الكرام، هذا المربع، يعني هذا المربع الذي أمامنا في الصورة، من المفروض أن تكون هنالك دكة بدلاء، لكن لا توجد دكة بدلاء، يوجد فقط هذا المربع. يعني غريب، دكة بدلاء، يعني أين سيجلس المدرب؟ أين سيجلس اللاعبين؟ لا توجد هنالك مقصورة على الأقل خاصة بدكة البدلاء، لكن يوجد مربع. يعني نحتاج لمن يشرح لنا ما معنى هذا. أنت تقوم بترميم ملعب، تقوم بإضافة نجيلة سيئة للغاية، على الأقل وضع مقصورة خاصة بدكة بدلاء ناديين، دكة خاصة بالجهاز الفني وخاصة بباقي اللاعبين، لكن يوجد هنالك فقط مربع لا أكثر ولا أقل، لا توجد مقاعد، لا يوجد أي شيء. على أي حال نتمنى أن يتم تحسين ملعب ملح مستقبلا. هذا التحسين الذي طرأ عليه في الشهور الماضية كان تحسين يعني مطلوب للغاية، لكنه سيء أيضا للغاية. إذن مشاهدي برنامج مراقبة سبور، يعني نصعد الآن من خلال هذا السلم، لكن قبل الصعود من خلال هذا السلم لاحظوا معي، هذا السلم تم طلاؤه منذ قرابة أعتقد شهور قليلة. يعني لاحظوا الطريقة التي أصبح بها الآن، لاحظوا معي الطريقة التي أصبح بها الآن، لاحظوا بعد يعني شهور قليلة تم وضع هذا الطلاء، لكنه أيضا طلاء لاحظوا سيء للغاية. لاحظوا معي هو شكله، يعني بعد الطلاء كان جميل للغاية، لكنه يعني ليس بذلك يعني بتلك الجودة المطلوبة. لاحظوا معي هذا الملعب بعد شهور قليلة سيصبح شكله النهائي هكذا، وسيبقى بعد ذلك إذا لم يحتضن، هنا نعم أقول إذا لم يحتضن مهرجانا سياسيا، يعني يرحم هذا الملعب حين يكون هنالك مهرجان سياسي، لكن حينما تنتهي السياسة وتنتهي الشعارات السياسة يبقى هذا الملعب منسيا. من يريد منتخبا متكاملا يراهن عليه مستقبلا كباقي المنتخبات العربية أو الإفريقية، عليه بصناعة منشآت أو إنشاء منشآت رياضية، يعني منشآت رياضية بمعايير دولية
بمعايير سليمة. ملعب ملح اليوم شكلا يعني جميل للغاية، لكن المضمون سيء للغاية. إذن مشاهدي برنامج مرابطون سبور، هذا طبعا ملعب ملح من الخارج. لاحظوا معي كم، لاحظوا معي عدد النفايات، لاحظوا معي عدد النفايات المتواجد خلف حائط ملعب ملح. رجال الإطفاء هناك، حريق شائب طبعا دائما 24 ساعة على 24 ساعة، وهذا اللي طرعوا فيه كامل قادي وراء ملعب ملح. طبعا ما هو الجمهور، المواطنين هم ضروا حتى من هذا اللي أمامنا في الصورة، هذا المشهد السيء للغاية خلف ملعب ملح مباشرة. هذا الكم الهائل من النفايات من الغمامة، لاحظوا معي، لاحظ هنالك على طول حائط ملعب ملح، على طول هذا الحائط، هذا العد كم الهائل من النفايات. طبعا هنا هذه الصورة من خارج الملعب، من خارج ملعب ملح، لكن خلف الحائط مباشرة يوجد هذا الكم من النفايات. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج مرابطون سبور، كما عودناكم دائما على أن المنشآت الرياضية دائما حاضرة في برنامج مرابطون فوت، سبق وأن أسلفت بأن هذا الملعب غير صالح لاحتضان مباريات بطولة الدوري الوطني نظرا لرداءة أرضية الملعب. يعني نلاحظ الغبار لا توجد صيانة إطلاقا، لاحظوا معي يعني الغبار لا توجد صيانة إطلاقا لهذا الملعب، لاحظوا معي يعني الغبار يعني لا توجد هنالك صيانة لأرضية الملعب، مع أن الأرضية أصلا سيئة للغاية، هذه النجيلة سيئة للغاية، لا توجد صيانة لهذه النجيلة. آخر صيانة أو آخر تنظيف لهذه النجيلة كان في المهرجان السابق، يعني حين تكون رجالات الساسة لديهم مهرجان في ملعب ملح، يكون ملعب ملح من أروع ما يكون، يعني يتم تنظيفه من كل الجهات، بينما حين يتعلق الأمر بمباريات بطولة الدوري الوطني يكون هذا الملعب منسيا وحاله، يعني نشاهد الغبار في كل مكان، مع أن النجيلة كما أسلفت نجيلة سيئة للغاية. السؤال المطروح الآن، هل ملعب ملح تمت صيانته، تم ترميمه، تم وضع نجيلة اصطناعية فيه مع أنها نجيلة سيئة للغاية، لماذا؟ هو الآن كما أسلفت أكثر يعني هو احتضان للمهرجانات السياسية من المباريات بطولة الدوري الوطني، مع أن فرق بطولة الدوري الوطني اليوم تصارع تقاتل من أجل الحصول على أرضية ملائمة للعب مباريات بطولة الدوري الوطني، يعني 14 فريق الآن متواجدة في ملعب شيخ عبيدية، كل لقاءات بطولة الدوري الوطني تلعب في ملعب شيخ عبيدية، حتى لقاءات المنتخب الوطني تلعب في ملعب شيخ عبيدية. طبعا ملعب شيخ عبيدية تحدثنا عنه منذ قليل، وضعيته تحدثنا عنها منذ قليل، لكن وضعية ملح اليوم هي أحسن مقارنة بملعب ملح في السنوات الماضية، لا شك بأنكم تتذكرون تلك الصور التي عرضنا لكم في برنامج مرابطون فوت. على أي حال نتمنى أن تتم صيانة هذا الملعب، أن تتم الحفاظ على هذا الملعب، أن تستبدل أيضا هذه النجيلة السيئة للغاية، هذه نجيلة كرة صالات وليست نجيلة ملاعب، يعني هي غير قابلة لاحتضان لقاءات ومباريات بطولة الدوري الوطني. سنتحول الآن أيضا إلى شبكة المرمى، نلقي عليها نظرة عن قرب، نلقي نظرة أيضا عن قرب على شبكة مرمى ملعب ملح. طبعا الغبار في كل مكان، يعني الأوساخ والنفايات يعني في كل مكان، هو لا ليست هنالك أي صيانة لهذا الملعب، أي تنظيف لهذا الملعب، هو تم تجهيزه لكن تم أيضا نسيانه بعد ذلك، يعني هذا هو المرمى، هذه هي الشبكة، لا شك بأنكم تتذكرون المرمى السابق لملعب ملح حين عرضناه لكم في برنامج مرابطون فوت. نلاحظ أيضا بأن خط المرمى يعني متقدم شيئا ما بسنتيمترات قليلة عن العارضة. لاحظوا معي بأن الخط الذي يعني يحدد المرمى هو متقدم بسنتيمترات، يعني ستلاحظون ذلك من خلال الصورة، هو متقدم عن العارضة، لاحظوا معي يعني هو متقدم عن العارضة، هذا الخط يجب أن يكون يعني خط في مكانه الطبيعي نظرا إلى أنه هو الذي يحدد يعني طول المرمى وعرضه حتى ولو كان هنالك هدف، يعني
سيعرف من خلال هذا الخط، لكن الخط متقدم شيئا ما عن العارضة. نلاحظ من خلال العارضة الأخرى بأن الخط متقدم شيئا ما. لاحظوا معي، خلال العارضة الخط متقدم شيئا ما عن العارضة. على أي حال، هذا هو طبعا ملعب ملاح في الظرفية الراهنة. مهما يكن، هو حتى هذه اللحظة تم صيانته، تم ترميمه، تم إضافة نجيلة له، تم إضافة يعني كل شيء له. أصبح بالإمكان أن نقول بأنه شبه جاهز لاحتضان بطولة الدوري الوطني. لكن مهما يكن، تبقى الأرضية كما أسلفت سيئة للغاية. أرضية ملعب ملاح سيئة للغاية. هذه أرضية كرة صالات، نعم أقولها بالفم المليان في برنامج مرابطون سبور. من المسؤول عن وضع هذه الأرضية؟ إن كانت وزارة الوصية هي المسؤولة عن وضع هذه الأرضية، فهذه الأرضية سيئة للغاية. هي أرضية كرة صالات وليست أرضية مثل هذه الملاعب. يعني هي أرضية خضراء، حين يتم تنظيفها تشاهد بأنها أرضية خضراء، لكنها من خلال المعايير هي أرضية سيئة للغاية وغير صالحة لبطولة الدوري الوطني ولعب مباريات بطولة الدوري الوطني. على أي حال، هذه مدرجات ملعب، هذا ملعب ملاح، هذا هو شكله النهائي. إذن مشاهدي برنامج مرابطون فوت، كما عودناكم دائما على جديد الملاعب الوطنية وجديد المنشآت الرياضية، فينواكشوط. هذا طبعا فينواكشوط بغض النظر عما يعني هو موجود في مدن الداخل، حين تتحدث عن كيفة، تتحدث عن العيون، تتحدث عن النعمة، عن أطار، عن يعني روسو، عن كيهيدي. كيهيدي ولو أنه الملعب الوحيد في موريتانيا الذي تتواجد فيه نجيلة، عشب طبيعي، لكنه عشب طبيعي أيضا سيء للغاية. إذن مشاهدي برنامج مرابطون فوت، هذا هو ملعب ملاح. نتحول مباشرة ملعب ملاح إلى آخر الملاعب التي سنستعرضها الليلة في هذه الحلقة برنامج مرابطون سبور، إلى ملعب طبعا الأقصر. إلى ملعب الأقصر، أحد أعرق الملاعب في العاصمة نواكشوط، والملعب الذي ما زال منسيا حتى هذه اللحظة. من يتذكر جمهور العميد الأقصر في فترة التسعينات والثمانينات في هذا الملعب؟ لا شك بأن هذا الملعب يحتضن التاريخ. هنا أقصد ملعب الأقصر الذي سأتوجه إليه بعد لحظات. إذن مشاهدي برنامج مرابطون سبور، نصل الآن إلى ملعب الأقصر، أحد أقدم ملاعب العاصمة نواكشوط. طبعا هذه البوابة بالإمكان أن نقول بأنها أقدم بوابة في العاصمة نواكشوط باختصار، يعني ما زالت نفس بوابة العميد الأقصر، طبعا النادي العريق، ما زالت هذه البوابة هي نفس البوابة منذ ما يزيد على أعتقد 30 عام هذا الملعب. إذن نصل الآن إلى هذا الملعب الذي يعني وضعيته مزرية. نلاحظ هذه يعني هي أرضية ميدان ملعب الأقصر، هذه يعني الهيئة. طبعا في الشهور الماضية، اجتمع شباب الأقصر واللاعبين القدماء للأقصر والمدربين القدماء في هذا الملعب، وقرروا أن ينظفوا هذا الملعب بعيدا عن البلدية، بعيدا عن الجهات الوصية. نظفوا هذا الملعب ما بإمكانهم فعلوا، يعني هم نظفوا هذا الملعب. هذا الملعب يعني منذ قرابة 3 شهور كان مليئا بالأشجار، كان عبارة عن غابة، لكن اليوم أصبح يعني على الأقل أرضية نلاحظها أمامنا. تم قلع كل الأشجار المتواجدة في ملعب الأقصر. هذه هي وضعيته الراهنة. هو الآن هو أسوأ الملاعب على مستوى العاصمة نواكشوط. شباب الأقصر واللاعبين القدماء في الأقصر والمدربين القدماء في الأقصر وحتى حكام القدماء في بطولة الدوري الوطني من ملعب الأقصر، الجميع يطالب بضرورة توفير نجيلة اصطناعية لهذا الملعب الذي يعتبر من أقدم الملاعب في العاصمة نواكشوط. من يتذكر فترة التسعينات والثمانينات حين كان جمهور العميد الأقصر يشعل هذه المدرجات المتهالكة التي أمامنا في الصورة؟ هنا كثير من التاريخ، هنا مر العديد من الأسماء الكبيرة،
من هذا الملعب مر العديد من الأسماء الكبيرة التي عبرت من هذا الملعب. اليوم هو في هذه الوضعية المزرية، لاحظوا معي مدرجات ملعب الإقصر، يعني بنفس الحال بنفس الوضعية منذ إنشاء هذا الملعب. هذه المدرجات تركت بعد انتهاء الأعمال في هذا الملعب منذ قرابة 30 عام وما زالت بنفس الصفة بنفس الهيئة، لا طلاء لا ترميم لا صيانة. لاحظوا هذه الوضعية المزرية، سيقوم المصور بجولة قصيرة في هذه المدرجات. لاحظوا معي هذه المدرجات، وضعية مزرية إلى أقصى حد ممكن، يعني لا طلاء لا ترميم لا صيانة لا أي شيء. هذا الملعب الذي كان يحتضن لقاءات العميد الإقصر في فترة التسعينات والثمانينات، حين كانت هذه المدرجات تمتلي حتى آخر نقطة، اليوم هو مهجور يعني منسي، سواء تعلق الأمر من الجهات الوصية الوزارة أو حتى البلدية، يعني البلدية التي هي على مقربة من ملعب الإقصر. طبعا أطلب من المصور، لاحظوا معي هذا مقر البلدية، هذا مقر البلدية المسؤولة عن ملعب الإقصر، هي المسؤول الأول والأخير عن هذا الملعب. يعني على الأقل إذا لم تكن البلدية قادرة على توفير نجيلة اصطناعية، أو حتى الوزارة الوصية غير قادرة على توفير نجيلة اصطناعية، لماذا لا يتركوا هذا الملعب لأحد رجال الأعمال، مع أن هنالك عديد من رجال الأعمال تقدم للحصول على هذا الملعب من أجل إعادة ترميمه من جديد وطلائه وتهيئته لبطولة الدوري الوطني. على أي حال هذا الملعب ما زال منسيا، هذا هو أسوأ الملاعب حاليا في العاصمة نواكشوط، ولو أن جل الملاعب سيئة حتى هذه اللحظة. أريد ما يكتمل طبعا الأشغال في ملعب شيخة بويدية والملعب الأولمبي، لكن يبقى الملعب العميد الإقصر، هذا الملعب من أقدم الملاعب الوطنية والذي ما زال يعني منسيا. طبعا هذا النفايات في كل مكان، لاحظوا النفايات في كل مكان من هذا الملعب، يعني منسي بشكل يعني عام. هذا الملعب الذي مر منه العديد من الأسماء الكبيرة، مرت من هذا الملعب جماهير الإقصر تدرك قيمة هذا الملعب، حتى يعني مناصر العميد الإقصر أحدثوا قطيعة مع العميد في السنوات الأخيرة الماضية، ما عادوا يحضروا لمدرجات الملعب الأولمبي نظرا إلى أنهم تعودوا على تشجيع ومؤازرة العميد الإقصر من الإقصر. شباب الإقصر هو من قام بتنظيف هذا الملعب للجهات الوصية. لاحظوا كيف يعني الوضعية المزرية لهذا الملعب، لاحظوا معي يعني النفايات في كل مكان، يعني هو منسي، بالإمكان نقول بأنه ملعب منسي حتى هذه اللحظة. ومن يعرف يعني قوة الإقصر، قوة الإقصر في تصدير الأسماء، قوة الإقصر في يعني تصدير المواهب الشابة، يعني معروف بأن مقاطعة الإقصر من أكثر، هي مقاطعة ولادة تنتج يوم بعد يوم اسم أو اسمان في بطولة الدوري الوطني أو في المنتخب الوطني الأول. لكن اليوم الإقصر منسي، ملعبه منسي، جماهيره منسية. سندخل إلى غرف تبديل ملابس، لاحظوا معي هذا يعني الوضعية المزرية. نلاحظ يعني هذا أعتقد بأنه بعض من زيوت المحركات الفاسد، لاحظوا هذا كان من المفروض أن يكون هنالك يعني هذه غرفة تبديل الملابس. لاحظوا معي يعني أصبحت بالإمكان نقول جراج، وتوه بالحسانية جراج. لاحظوا سندخل، تعال، وضع مزري للغاية يعيشه الملعب الإقصر المنسي. نلاحظ من المفروض أن يعني تكون هنالك غرفة تبديل الملابس، لكن يبدو أنها أصبحت خاصة بزيت المحركات الفاسد، يعني وما خفية أعظم. نكتفي بهذا القدر، نكتفي طبعا بهذا القدر من المناور السيئة للغاية لملعب الإقصر. يعني كان المفروض أن تكون هذه دكة البدلاء، اليوم لاحظوا مع الوضعية المزرية التي تعيشها في هذه الأونة، هو بالإمكان نقول بأنه ملعب أشباح في هذه الظرفية. إذن نصعد الآن من السلم، هذا المكان الطبيعي الذي يصعد منه اللاعبين في الصراحة بين الشوطين للدخول إلى أرضية الملعب، دخول إلى أرضية الملعب السيئة هي الأخرى. إذن مشاهدي برنامج مرابطون سبور، هذا هو كل ما لدي هنا بجولة بين الملاعب الوطنية على مستوى العاصمة نواكشوط. بدأنا بملعب الأولمبي، مرورا بملعب شيخة بيدية، مرورا بملاعب الأكاديمية النجيلات الثلاث،
إلى كذلك ملعب ملح هو الآخر الذي كان سيئا للغاية. على أي حال هذا هو كل ما لدينا اليوم مشاهدينا الكرام، أذكركم دائما بأن هذا البرنامج حريص دائما على كشف كل نقاط ضعف الرياضة وبالشكل عام، سواء تعلق الأمر بكرة القدم أو كرة السلة أو كرة الصالات أو كرة اليد أو كل الرياضات حاضرة في برنامج مرابط ونفوت. هذه الحلقة خصصناها للمنشآت الرياضية المتواجدة على مستوى العاصمة نواكشوط، هذا هو حالها، فما بالك بالمنشآت الرياضية على مستوى مدن الداخل. هذا هو كل ما لدي مشاهدي برنامج مرابط ونفوت، تحياتي حمود أعمر، وكبني في التصوير الزميل الحسن، ألقاكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة في أمان الله.